كلها. بس استنى قبل ما تعرف التفاصيل. الضحك فعلا. لو سمحت يا الاء دلوقتي، الاستاذه لميس قالت ان الضحك انواع. هروح عند بايع البرتقال اديني ضحكه بصره وضحكه بلدي وضحكه. الضحك انواع ولا لا يا الاء؟ الضحك انواع. اشتريه منين؟ لا ما بتشتريهوش، هو بيجي. هو بيجي يعني هو بيجي لوحده جاي لك. جاي لك. ايوه ايوه. طب مش هتسالها الاول عن دراستنا اللي بتقول ان 350 سعر حراريه؟ ما هي دي جاي له كل الكلام ده. انا عايزين نعرف بجد ده حقيقي ولا ايه؟ طبقناه هنا. طيب بصي، الضحك فعلا بيحرق كالوريز، ده حقيقي. ده مثبت حقيقي. 350 بقى في الساعه ولا 450، ده انا ما عنديش فكره بالرقم. يعني ما عنديش فكره بالرقم الصحيح. تمام. بس هو فعلا علشان احنا بنطلع هواء وندخل هواء كتير، فبيساعد حرق الدهون او بيحرك اجهزه. بيحرك الاجهزه واللنجز بتاعتك او الرئه بتتحرك كانك بتجري شويه او كانك بتعملي فيزيكال اكسرسايز، فده بيحرق كالوريز. بس هو الرقم كام بالظبط انا ما عنديش فكره. يعني هي الدراسه قالت 350 سعر حراريه في الساعه. انا برضو انا ما اعرفش الدراسه دي، فما اقدرش ان انا اجزم ان هي صح. تمام. بس هو فعلا حقيقي. المهم يضحك يا الاء. وعموما لما بنقعد في قاعده بنتبسط فيها، أيوة. احساسنا بعديها بيبقى كاننا بعد التمرين مثلا، مش بعد ما بتتمرنوا او تمشوا شويه، تحس ان انتوا اهدى. استرخاء كده. بالظبط، في راحه لما بتقعدي مع اصحابك بقى. بيقلل التوتر يا الاء. بيقلل التوتر. وفي اوقات جسمنا بيعمل حركه الضحك دي علشان يداري على التوتر. يداري على التوتر. فلذلك مثلا الناس اللي بتضحك في العزاء هم متوترين، هم مش عارفين يعملوا ايه. لا لا لا، لا إرادية. دي لا إرادية فعلا. لا إرادية. هنتكلم على كل ده، ولكن الاول عايزينك تقول لنا الضحك انواع وايه هي انواع الضحك واشتريها منين ونشتريها منين. نشتريها منين؟ طيب انواع الضحك، اولا احنا الضحك بالنسبه لاغلب الناس مرتبط بالكوميديا، وده مش حقيقي. لان الضحك هو سلوك اجتماعي اكتر من ان هو رد فعل لحاجه مضحكه احنا سمعناها. بالظبط، موقف بالظبط. فمثلا انا لما شفت حضرتك اول حاجه عملتها ان انا ضحكت. ضحكت فعلا، فده سلوك اجتماعي. يبين ان انا بالترحيب. مرحبه. بالترحيب. او ان انا مبسوطه الشخص، يعني معناه ان انا شخصيتي مرحه. طبعا صح كده. بس شفتي محبوب. بس كده محبوب جدا. وانا ما اقدرش، انا ست الكل بتحب حضرتك جدا. احلى تحيه لماما. اسمها ايه ماما بقى؟ نبيله العطار. نبيله احلى تحيه. استاذ نبيله العطار وعيله العطار كلها احلى تحيه من رجاله وستات. ربنا يفرحك ان شاء الله بيها يا رب. يا رب يا رب. فالفكره انه هو سلوك اكتر من ان هو رياكشن لحاجه مضحكه بس. يعني هو مش رد فعل الفعل، ولكنه بالظبط انت بتقولي ان هو حاجه بتطلع عشان نتعامل بيها في المجتمع. بالظبط. دلوقتي وانا بتكلم انت وانت بتسمعيني بتبتسمي وبتنض. فده معناه ان انت موافقه على كلامي. صحيح. فهو مش انا ما قلتلكيش نكته دلوقتي عشان تبتسمي او تضحكي. صح صح. بس انت ابتسمتي علشان الكلام. غير انك مبسوطه بالكلام، انت ممكن تكوني موافقه بس على الكلام. واحتراما لحضرتك. صح طبعا. وده بقى في حته كده ايه، في نوع من انواع الضحك بنسميه استراتيجيك لافينج او الضحكه الاستراتيجيه. اللي اسمه هو استراتيجيك لافينج. او كلافينج ده حلو. ايوه ايوه. اللي هو مثلا مديرك يكون بيقول افيهات سخيفه قوي، بس انت لازم تضحكي عشان تعدي الموقف. حلوه دي، حلوه دي. لذيذه دي. ايوه بتعملها كتير. بعملها كتير قوي. بالظبط بالظبط. هو مش كلنا بنعملها والله يا لا. كلنا بنعملها. وفي اوقات على فكره ما بتكونش خبث او وحاشه، بتكون بس جبر خواطر. يعني بنجبر بخاطر اللي قدامنا اللي هو تمام. اخلص. ممكن تكون برضو اخلص. في نوع من انواع الضحك اللي هو الضحك اللي بقلل فيه من اللي قدامي. اللي هي دي بقى انهي؟ اللي هو مثلا لا ما ينفعش، ده عيب، ده سلوكيات عيب. بالظبط. ازاي الضحكة اللي بقلل فيها من اللي قدامي؟ اللي هو مثلا يكون اللي بتسخري منه. صح يا وانا بتسخري منه. بالظبط. السخرية. سخرية. ده نوع من انواع الضحك. هو بيهيفير اجان، هو سلوك مش رياكشن لكوميديا، بس احنا رابطين الضحك بالكوميديا، واحنا صحيح. محتاجين نتخلص من ده، عشان برضه في اوقات كتيره قوي الناس بتضحك وهي مضغوطه، واحنا بنكون فاكرين ان هما بيضحكوا بجد، بس بيكون بيداروا على اللي جواهم. اللي جواهم. بالظبط. دي ستاره زي ما هي بتبقى. صح كده؟ صح كده. ستاره. وانت بالنوع ده؟ ايه انا بعمل بقى كل انواع الضحك. كل موقف ما بقول لك انا. بصي يا لأ، انا لسه قايله للشاف ان انا رياكشن، يعني انا بعتبره رياكشن،
لان انا كل موقف بتبقى ضحكه بس الانبساط بتبقى قاعده مع اصحابك ده انبساط طبعا وهتضحك وبصوت على فكره الاء ضحكتني بصوت دلوقتي لانها وصلتني لاعلى نوع من الضحك يعني اتبسطت لكن يعني موعد فعلا يا الاء طبعا موعد طبعا طبعا وفكره العدوى يا الاء ايه رايك على فكره انا اول ما دخلت وضحكت في وش حضرتك ضحكت انا خدت العدوى كده